çözülür. Hızlı koştum, yavaşça durdum. Fark ettim ki haritam yoktu. Bilirim gülersek beraber hepsi çözülür. خلص يا دكتور. وجوز الحلو؟ تعال شوفوليس. شو كنت عم تعمل بالمدرسة بنص الليل؟ يعني شيء بلا طعمة، بعدين بقول لكم. ايه قلنا. والله عن جد ما في شيء مهم، بعدين ليكم، مو هذيك المرة ما رضي يحكي شيء؟ وأنا كمان هالمرة ما رح أحكي، ما في شيء. بالضبط، انسوا خلاص ما رح يحكي لنا. يلا أنتوا روحوا، خلص أنا وصلت ليكم البيت. بلا شو؟ تأخر الوقت بس. ايه عادي، شو المشكلة؟ لك مو أنا هربت من البيت، شو بكون؟ بلا ما يفيق حدا. يلا. متأكدة؟ متأكدة. يلا بشوفكم بكره. يلا روحي بأمان الله. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير، باي. شباب أنا مالي مرتاحة كثير، رح ألحقها. بشوفكم. ماشي، لا تتأخر. ليش ما رضيت تحكي لنا؟ هيك، ما بدي أحكي. عم تطلع لي بكل مكان هيك، بدي افهم انت ليش عم تلحقني؟ لك قلي شو بدك مني يا؟ يا براك، يا براك انت منيحة؟ حدا عمل شيء؟ شو صار؟ يا براك، حدا من الحارة أو من المدرسة؟ يا براك احكي شو صاير. المرة الجاية هو بده يفصلك. مفكرة حالك إذا كنتي بحاجتنا رح نقعد نتفرج؟ ما صار شيء، بس فكرت للحظة أني سمعت صوت وخفت، يمكن فتت بجو المدرسة. ما في شيء، بس صايرة عم خاف من خيالي. متأكدة؟ متأكدة. خليني وصلك على البيت لك. توصلني على الباب يعني مثل العادة؟ ما غلط؟ مو غلط، تعال. أوغوز سلطانة زليش، ليش ما نمتي لهلا؟ والله ما قدرت نام، غلي قلبي عليك لأنك تأخرت. طيب ممكن نحكي بعدين أمي؟ ممكن هلا أوغوز. ماما وينو أبي؟
ابني أبوك عم يركض ليأمن مصاري. أمي صار له 4 أيام ما إجا على البيت، وينه أبي؟ ليك أوغوز، نحنا ما عاد استلمنا دفعات مصاري، من لما ما عاد استلمناهم بلشت ديوننا تزيد، وإجا الحجز مع زيادة الدين، وبعد الحجز اضطرينا نكتب تعهد، قسمنا لأقساط وقلنا رح ندفع، بس ما قدرنا، ولما ما دفعنا رفع علينا قضية وطلع حكم اعتقال. ايه وهالشي معناته انه ابوك رح يفوت على السجن على الفاضي، يعني ما رح تنزل قيمة الديون كلها. يعني هو متخبي هلأ لأنه عم يحاول يأمن المصاري؟ طيب شو عم يعمل؟ شو؟ كان متخبي، ايه كان متخبي، ومن وقتها ما اجى على البيت، والشرطة صاروا يجوا لهون كل يوم، وبعد 4 أيام ما لقيته غير واقف قدام الباب. كثير خفت، طلعت لقيت بإيده علم ولافف شال على رقبته بنص الصيف، وقلت أكيد صاير شي، والزلمة أكيد جن من كتر الديون اللي علينا، وكنت كثير مشتاقت له. كان وعدك 3 مرات ياخدك على المباراة بس ما قدر، وأنت كثير زعلت منه، لهيك ما بعرف كيف أمن حق التذاكر، ولما إجا كان حامل بإيده تذكرتين، وقال إنه كثير اشتاق لك، وأنت بتعرف إنه ما معه موبايل حديث، ولما نقول له موبايل كان يوقف قلبه. موبايله قديم؟ ولأنه ما عنده صورة إلك أصر جيب له صورة صغيرة مشان يخليها معه على طول، وقال لي إنه هو كثير مشتاق لك. ركضت لجوا لحتى جيب له الصورة، ووقت رجعت كانت الشرطة واصلة. قال لهم بس تخلص المباراة وينام ابني رح سلم حالي، بس ما صدقوه. ما بيعرفوا إنه أبوك ما بيعرف يكذب. تقلب وشك هيك، خلص روق حبيبي، كل شي رح يتحسن، لا تقلق، كل شي رح يرجع، كل شي رح يرجع. ما هيك صدقني حق خاتم زواجي هو اللي موجود بالظرف، يعني لو قطعت ايدي وبعتها ما كنت رح ازعل لهالدرجة. سمعت ما هيك، في شغلات ما بترجع بنوب، ما فينا نعمل شي. قديش حقه؟ والله يا مدام طلع ب400. يسلم ورضا، بس كأنه مكتوب تاريخون. يعني رح تقل قيمته؟ لا أختي مو هيك القصة، بس رح تنطري شوي، يعني رح ناخده على المصنع ونصهره. أنا هون للساعة 7، بتقدري تيجي؟ طيب يسلموا. عن إذنك. الله معك أختي. هلأ أحياناً الظروف بتجبرنا. ما تهتم حبيبي، حتى لو راح الخاتم لا تهتم. صحيح، بدي أسألك، كان في شغلات فضة هون، وين راحت كمان؟ والتلفزيون مانه هون؟ كيف هيك؟ وهنيك كمان كان في كتير أغراض كلها راحت. لا تهتم، بعت البيانو كمان، رح يجوا بكره وياخذوه. البيانو كمان؟ امي بترجاكي لا. ولا يهمك، كل شيء بيزبط مع الوقت ابني، لا تهتم. امي برايي انت لا تهتمي. عن جد مثل ما عم قلك لازم ما تهتمي، لانه انا ما عاد يهمني شيء. شو قصدك يا روح؟ شو قصدي؟ شو بيعرفني؟ يعني لا تفكري بقصة المدرسة. مصروفي واجرة الطريق لا تفكري فيه. عن جد امي انا ما عاد يهمني، وانت لا تهتمي كمان. لك اوغوز رح اعمل حالي ما سمعت، وقلي رح ازعل منك. لا تحكي هيك، رح نتصرف كأنه ما صار شي. ما رح يصير شي، لا تقلق انت، كله رح يتحسن، اتفقنا؟ لا لا، ممنوع تفوت على المطبخ، خلق بتوقع كل شي هون.
وانتي ما قدرتي تعرفيني كمان. مرتي السابقة رح تتزوج ومو أنا يلي رح أكون العريس. كيف يعني؟ واضحة، صار لزمان عم تحضر لتتزوج. أي شيء ما بتعرف هالشي، أنا قلت لها هيك لحتى ألهيها. أمي ممكن تفتحي؟ لازم نحكي. يلا أمي. إذا ما بتسكتوا بيروح علي، ما هيك؟ إيه. شو مفكر حالك عم تعمل؟ لازم. بس أنت هددتن. إيه، كان لازم أعمل هيك لحتى يسكتوا. هلأ رح يسكتوا لنفس السبب يلي الكل ساكت منشانه، لأنهم بيحبوا لعلي. مو الكل رح يسكت مشان هيك. شو قصدك؟ في يلي هدفه غير هيك، وأنت بتعرف. مثلاً حدا رح يسكت مشان يكون قريب منك. معقول في أم ممكن تسكت؟ ما بعرف، يمكن هي الأم عم تقول ما بدي دمر حياة ابني، تراجعت عن يلي بدها إياه مشان ما تخسر كل شيء. مو ممكن؟ بعتذر منك، على الأغلب حدا بتحبه وأنا عم أحكي وما بعرف شيء. رح تاخد علي، ما عم تفهم؟ رح تاخد ابني مني. جوليدا، جوليدا، ما بتقدر تاخده منك، ما بسمح لها. تكين، علي رح يعرف، رح يفهم كل شيء. جوليدا، علي رح يعرف. جوليدا، انت امه، عم تفهمي؟ ما بتركه، هو ابني لي، ابني. انا اللي كنت اهتم فيه هو وزن. مزبوط. انا اللي كنت اسهر فوق راسه مشان ما تطلع حرارته، انا اللي كنت اسهر على راحته. ايه مزبوط. وكنت راقبه من الشباك وهو راجع من المدرسه. والله معك حق. علي ابني، ابني انا، مو ممكن يتركني. اهدي. علي ابني انا، ما رح يتركني. علي ابني انا، ما رح اتركه.
عن جد شكراً كتير دكتور. هلأ ممكن تجيها النوبة مرة تانية، انتبهوا لها منيح وجيب لها كمان هدول الأدوية بأسرع وقت. ماشي دكتور، أكيد رح جيبهم. ماشي. وطبعاً إذا تشنجت مرة تانية خليها تتسطح مشان تقدر تتنفس منيح، وانتظر لتنتهي النوبة وبعدين أعطيها الدواء. تمام، ما رح أعطيها الدواء. دكتور بس في شي شاغل بالي كتير، أمي مانا مريضة بالصرع صح؟ مو كل حدا بتجي النوبة بيكون مريض بالصرع. كيف يعني؟ هلأ هالفترة ممكن تكون صعبة، ممكن تكون زعل والجو حواليها متوتر، أي شي ممكن يسبب هي النوبة. في هيك شي ابني مو هيك؟ صراحة ما في شي غير هيك يا دكتور. لازم ما تضل زعلانة، وهي الفترة ما تتركها لحالها. ما رح أتركها. مرة تانية عليها العافية، عن إذنك. إذنك معك، تفضل. صرتي أحسن؟ أنت منيحة؟ منيحة يا روحي، منيحة. هلأ أنا لازم روح على الصيدلية يجيب لك الدواء. محتاجة شي تاني من برا؟ لا. طيب ماشي سنان. رح تبقى ما هيك؟ اللي رح تبقى، وإنك اشتقت لي لهيك اجيت. ما في شي مو هيك ابني؟ لا أبداً، أنا اشتقت لك لهيك اجيت. ارتاحي هلأ ومنحكي بعدين، ماشي؟ يا روحي. أمي، ليش لحتى أتركك؟ أنت خلص لا تاكل هم، شغلة وراحت، ما في شي. شو الموضوع؟ بعت وراها من إنجلترا وهي ما بتقدر تبعد عنك، لهيك استصعبت القصة. أمي ما بتقدري تأجليها؟ صعب. طيب الورشة أو المدرسة؟ المدرسة. الفرق بيناتهم 5 دقايق بس، مثل يلي واقفين بالدور. ابني أنا أعصابي كتير تعبانة هلأ، ماني بوضع بيسمح لي أحكي، خليني أرتاح وبعدين منحكي برواق. ماشي؟ أكيد يا أمي. إذا بنقي الأكل رح ضل قصير، مع إنه أنا بقدر هلأ، صرت طويل. ستي المرأة الحلوة العصبية. بابا لقيت بنت مثل أمي بالضبط، وأنا مثلك كمان، بحبها عصبية وعابسة. مو قلت لي
إذا بدك تشوف المنظر الحلو لازم تطلع على التلة. وعم تطلع. أمي أنا ما تغيرت، كنت نام جنبك وقت اسمع صوت الرعد، وهلأ طيب ليش رحتوا؟ ما في حدا مثلكم. في معي تليفون تاني على الخط، رح احكيك بعد شوي. ما رح يلقط وين عم بيروح الصوت؟ ما عم اسمع بنوب. إذا بس افتحي عيونك لأنه عم بحكي فيديو. صباح الخير يا أمازونية. وش اللي عم يضحكك من عند الصبح؟ أنا لسه ما فقت، لسه ما شبعت نوم. ليك بلا ما تشوفني بهي الحالة. يلا قومي رح أخذك على مكان حلو. طيب روح أنت وأنا رح ألحقك. يلا قومي. خلص روح أنت لحالك، أنا ما رح روح. بس إذا رحنا سوا كتير رح ننبسط. اتركني ارتاح شوي، اتركني ارتاح يا بني آدم، اتركني ارتاح، بدي نام. لحظة، حاطة مطاطة لون زهري على شعرك؟ مو طبيعي، شفاية ورايق، شو بدك بهالتفاصيل البايخة؟ لقيته بالغرفة عندي، قمت حطيته، شو يعني شو صار؟ صباح الخير يا أمازونية. يعني ما في صباح الخير، شو أخبارك؟ لو بس ما بتضل طاير، التزم بقوانين الفيزياء شوي، الناس ما بتطير. بتنام. طيب ممكن شي يوم تحضري لي فطور طيب مثلا؟ يا ربي عن جد انت بتطلب شغلات كتير بسيطة. يعني كتير مستحيل؟ لا يا روحي مانو مستحيل بنوب. حتى تخيل انا فقت بكير وحضرت لك الفطور وعم فيقك هلا، ونحن عنا شرشف طاولة كتير حلو، وحضرت لك سفرة بتاخد العقل، وحضرت لك كتير أصناف، يعني في مربى وبانكيك وفطاير وكعكة وحلو، كل شي بيخطر على بالك موجود. عملت لك بيت كمان، ارتحت هيك؟ بس ما يكون البيت صاير كتير. اي طبعاً يا عمري البيت مانو صاير، أنا بعمل كل شي بتحبه، تمام هيك؟ اي منيح. انت عندك خبر قديش الساعة هلأ؟ انت ما تأخرت؟ لا عنا شغل تاني. شو هو؟ طلع قديش الساعة؟ أنا ما في بهذا الوقت باريش. شوف باريش، أنا عن جد كتير معصبة، لهيك مو نصيحة تكون جنبي هلأ بالمرة. بس أنا هون هلأ لأنه بدي تكوني جنبي. كيف؟ أنت ليش هيك قاعد برا؟ ما بصير، تفضل لجوا باريش. يا براك جهزي حالك، لازم. ليش ما بنحكي بالمدرسة؟ ليش اخترعوا لهاد؟ ليش أنت هون؟ ليش فتت من الشباك أصلاً؟ لأني هون من 3 ساعات. من 3 ساعات هون؟ بالأول قلت ما بدي فيق أهلك، ما رنيت الجرس، بس تأخرتي بالنومة، صار لي 3 ساعات يا براك، لهيك طلعت لهون. أنت شو صاير لك؟ كلك ورق وغبرة وتراب، شو صاير معك؟ خلص ما في شي يا براك، ما نو شي مهم، بعدين بخبرك. عادي شوي. طيب قلي شو عندك؟ لأنه أنا بدي أرجع نام، كتير نعسانة. يا براك أنا مبارح طول الليل ما نمت. ليش؟ لأنه نحن عم نغلط بحق علي، هو لازم يعرف. اسمعني باريش، طالع هاي الفكرة من راسك، بعدين أنا مستحيل أقدر أعمل أي شيء ممكن يزعله لعلي أبداً. طيب فكرتي مثلاً إنه ممكن تأذي علي أكتر إذا ما عملتي شيء؟ طيب تخيلي هالشي، إنه نفيق شي يوم وما نلاقي الأنسي آيلة. إيه بتروح عالشغل، عالمدرسة، بدها تقطع الطريق مثلاً، وفجأة تضربها سيارة. ليش؟ ليش ما هيك؟
وأنا كمان من زمان سألت هذا السؤال، ليش بيموتوا الناس؟ بس بيموتوا وبعدين بس نصل على المدرسة في كلمة للمدير، بعدين بيحطوا بغرفتها كم وردة قرنفل ساعة واحدة، وبعدين الكل على درسه والحياة بتستمر. باريش اسمعني لقلك، لو سمحت منحكي بعدين لأني لسه ما فقت وما عم أفهم شي بالمرة. يا براك ليكي، مو علي فات على عناية؟ ايه صح، كان رح يموت قبل ما يعرف من هي أمه. باريش بترجاك خلينا نحكي بعدين لو سمحت. ما فينا نحكي بعدين وما فينا نحكي بالمدرسة، والكل عم يفهموا كل شي غلط أكتر، وكل شي عم بيصير أسخف من قبل. لهيك يا أما بتطلعي معي هلأ ومنحكي، أو منحكي هلأ ومنسكر الموضوع. صباح الخير خالي أويا. صباح الخير، أهلا وسهلا ابني علي. أهلا فيكي. يا براك فائت؟ يا براك بدها مدفع لحتى تفيق، مو منبه. مجرب حظي معك؟ جرب لشوف. الباصات صار لهم أكثر من أسبوعين ما عم يجوا، وبنتي شكلها رح ترسب هاي السنة من ورا الشنطة تبع الباصات. خالي أويا الموضوع عندي. يا براك تفضل لنشوفها سوا. ما ضل عندها غير كم يوم غياب ورح تروحن وهي نايمة، شو أعمل يا ربي؟ رح نفيقها كل يوم الصباح حتى لو بدنا نحملها حمل. يعني عن جد بنتي محظوظة، بس الحق عليكم انتو عم بتدللوها كتير. تعال شوف. يا براك ما أنا هون، شكلها أخدت شنطايتها وراحت. يعني ما حسيتي عليها؟ لا والله، بنوتي راحت على المدرسة وبهذا الوقت؟ جايبني مشان هاد هلا لحتى ناكل رز بحليب، مو على اساس بدنا نحكي. رح نحكي عن هاد. عن الرز بحليب؟ أمي كانت تعمله كثير طيب، كانت تغطيه كلياته بالقرفة، وكنت أطلب منها أن تعمله كل يوم مساء. تعرفي شو صار بعدين؟ أمي ماتت. الله يرحمها برحمته يا رب. أنا كنت على طول روح على محل الحلو كل ما اشتقت له لحتى أكل رز بحليب. كنت أقعد وأكل الرز بحليب وأنا عم أبكي، والناس يطلعوا ويقولوا شبه هالولد. مرة أخذوني على المشفى بسبب هاد. بسبب الرز بحليب؟ كنت رح فوت بغيبوبة سكر. أكلت كتير سكر يا حلو. أنت بتحب الحلو كتير؟ ليش أكلت كل هالقد؟ ما قدرت أقول للدكتور لأني اشتقت لأمي. ماشي
ورجيكي على هي الصورة. مين هي؟ الأنسي إيفار أيفير، أنستي بالمدرسة الداخلية. كنت بمدرسة داخلية؟ كانت أبشع وأسوأ مدرسة. ليش يعني؟ أفلستوا مثلاً؟ لا، يا ريت أفلسنا. بلقيس أوزان سوي عم تعلم حفيدة الحياة. قلت إنه كانت طبيعتها صعبة ما؟ هي وكبيرة. مرة بالمدرسة شفت خط الأنسي إيفار. خطها كان بيشبه خط أمي كتير. فرحت كتير، وكانت بتشبهها كمان. فكرت إنه أمي عم تلعب معي. كنت صغير، صرت فكر إنه رح تمسح مكياجها فجأة وتقلي يا ابني. تعرفي، هي اللي علمتني الأحرف. وقت التفقد تقول باريش مانو هون، وأنا أقول ماما أنا هون. بعدين راحت فجأة. لوين راحت؟ نقلوها. وفقت من هذا الحلم. وكمان كان في حيط مقابيل باب غرفة نومنا معلق عليه صور المعلمين، وكنت اختار أسوأ تخت بالغرفة كان اتصلوا ريحة التواليت. ليش؟ لأنه هداك التخت مقابيل صورة الأنسة إيفار إيفير دغري، ما هيك؟ وبيوم قالوا رح نغير لكم الغرفة، وبعد رح تطلعوا على هذا الطابق. سرقت الصورة، الكل استغربوا وقالوا مين وليش ليسرقوا الصورة. طبيعي يستغربوا، هنن ما بيعرفوا شو يعني غياب الأم. وهي مين؟ هي أمي سيفار. تعرفي هي شرطية هون، باخدك لعندها؟ ايه ليش لا؟ يلا. ايه اكيد لازم تنتبهوا اكثر. ايه يلا ماشي، انتبهوا على الطريق منيح. عالم يا شباب، هنن كتير بيشبهوا بعضهم. كمان جنيت وقت عرفت انه نفس الكنية. قلت يمكن صار غلط مثلاً وما عم تتذكر. حتى لو كذب، بس على القليلة هي أمي لخمس دقايق. كل يوم صف الموتور بمكان ممنوع مشان وقف معها شوي وبقرب منها، يمكن تعرف ريحتي. وقت اجي لهون الكذبات بيخلصوا. هي الحقيقة، أمي وأبي نايمين هون
بالوقت يلي عم حط ناس ما بعرفهم مكان أبي وأمي يقول هدول أهلي، وأنتوا عم بتخبوا عن علي أمه الحقيقية. عن جد شي بضحك. مشان هيك إذا أنت ما خبرتي أنا رح خبره يا براك. مروة فيقتيني من عند الصبح مشان هيك. يعني أنا عملت هالشي مشان أبوكي. ما بعرف يعني أنا شو عملت. هلأ أول شي أنت كتير عم تكذب مشان تأثر ببابا. بالحقيقة أنا قضيت طفولتي بالبندقية بفينيديك، وقت كنا نلعب بالطابة مع رفقاتي بالحارة نلعب كرة الماء مثل ما بتعرف. لكو ما عاد عرفت تسكت بصراحة، تراسه وجننته للزلمة. شو مستواك الثقافي يا ابني؟ أنا؟ أنا وقت ولدت فوراً لفوني بشال. ممكن جوكهان ما تبالغ كتير؟ لما أولاد جيلي كانوا يلعبوا بالطابة أنا كنت عم خوض تجربة الحياة البرية. شو بدي أقولك؟ الموضوع مانو بسيط. وبتعرف شو كانت أول كلمة بقولها؟ الاستيعاب الداخلي. رائع. من وين أنت يا جوكان؟ فلورنسا. فلورنسا؟ أنا أمي من توكات وأبي من فلورنسا. نحن مهاجرين من فلورنسا بلد الفن. إذا مر دقيقتين ما شفت تمثال ترجف إيدي ورجلي وبجن. رفقاتي بالمدرسة الثانوية بصراحة ما بيفهموا بهي الشغلات، يعني هي هي المدارس وأنا ما بدي ضل لحالي بنوم. حضرتك بتعرف ليش بجيبهم لهون على القهوة؟ انطروا. حضرتك بتفهم بالفن يا سيد يوسف؟ شكلك ما كتير بتفهم، بس أنا بفهم. مثلاً هي وقفت ما بعد الحداثة، وهاد ظبي بقيان من العصر اليوناني القديم، وهاد زيوس مختلف شوي بس المفضل عندي. بدي تشوف هاد عن قريب، تمثال تجريدي صغير ورائع. هاد ايه؟ بس يا ابني هذا زنجبيل بيحطوه مع الشاي للزباين. وشو في هنيك كمان؟ في الخرنوب وفي القرفة. بمعنى الاختلاف. طيب كيف وضعك مع الأدب يا ابني؟ فكرت إنك ما رح تسأل بنوم. رائع. يلي ما قرأ لتشيخوف يروح يمشي، يقوم يروح ينقلع من هون. بيعصبني الموضوع شوي، بجن. أنا ما بقرأ له يا ابني. تفضل هلا. خلص يا كوكهان. بقرأ لتشيخوف. طيب بحط زنجبيل بالشاي؟ شاي ولا قهوة؟ ثاني شي أنا بدي أفهم، أنت شو فهمك بالتنظيم وتزيين السيارات وهي القصص؟ خدني على المدرسة وخلاص، ليش حتى تتدخل بشغل الزلمة؟ انتبهي منيح لدروسك بنتي. ايه أكيد بابا. كنت بقدر وصلكم لولا هدول العرسان، اختاروا بسرعة، بس للأسف الشغيل يلي عندي لسه ما قدر يقنعهم بشي لهلأ. وين شباب زمان كانوا بكلمة واحدة يقنعوا الزبون. ايه؟ الزبون ما بياخد وقت، بدقيقتين الزبون بيكون ماشي. أنا يعني قصدي أنا بدي ساعدك يا عمي. جوكهان كرمال الله خلص. أنت لا تاكل هم. لنشوف شو رح يطلع معك. تنظيم الأعراس شغلتنا، قولوا لي بشو عم تفكروا. هلأ في لوحات بيكتبوا عليها شغلات، بدنا شي بخص شغلنا. عنا كتابات لكل عمر وكل مهنة، طلبك موجود هون. اللي بالأول حضرتك شو بتشتغل؟ أنا أستاذ، بس بالحقيقة بدي. كتير حلو، من شكلك مبين عليك.
انت استاذ رياضه، يعني ممكن نكتب نحن رح نركض اطول مسافه مع بعض. ايه رح نركض اطول مسافه سوا، بس انا ماني استاذ رياضه للاسف. لانك استاذ فلسفه. تزوج فانا موجود. ولا فلسفة. استاذ فيزياء ما هي؟ انا كيف ما عرفت هالشي؟ واضح انك استاذ فيزياء. اسمعي، اذا لم نخلق من السعاده فهالشي احتراما لنيوتن. كلامي تقليدي. كمان لا. ثقافة دينية؟ كانت حلمي وصارت حلالي. بكفي يا أخي، مو ديان. أنت بتعرف هاي العصبية؟ أنت أكيد أستاذ ابتدائي. هذا التعصيب يلي فيه شوية عتب رقيق وتحذير. أنت أستاذ ابتدائي كأنك معصب من الأولاد. في عندي شي مشان أساتذة الابتدائي. علي، انظر للعروس، يشيل لا تخجلي، اهتم بها يا عمر، ولا تشرب يا خال العروس ولا تشرب. لك يا أخي شبك أنت؟ أنا أستاذ سباحة، فهم علي بقى. وليش ما حكيت يا أخي؟ يعني صار لي من الصبح عم أسألك شو بتشتغل وعم أحكي شغلات ما لها علاقة. أحكي إنك أستاذ سباحة يلي منقوله مشان أساتذة السباحة كتير واضح على اللوحة قدام. تعال يا أخي، الزواج كتير حلو، وعلى اللوحة اللي ورا بالبداية بارد بس رح تتعود بعدين. لا انت شكلك مجنون، مو انت عندك مشكلة بشي؟ خلاص ما بدنا، تركنا بحالنا. خلصنا بقى يا حبيبي، حل عنا يا. شو عم تعملي؟ يا الله. صح، انا بصراحة ممكن نحكي عن شي تاني؟ ممكن. ليلة مبارح اختفيت بأهم جزء من حديثنا، وين رحت؟ لا تسألي، انا نمت فجأة. وشو هالنوم الفجائي هاد؟ اتصلت فيك أكتر من مرة وما رديت، بعدين شفتك كنت متصل على الواتس بالليل. شلون كنت متصل؟ حبيبتي أنا نومي كتير تقيل بتعرفي، ما بعرف يمكن يكون فقت وقت طلعت على الموبايل لأشوف الساعة، وقتها أنا صرت متصل. أكيد هاد اللي صار. صارت حجة النوم عم تزيد هالكم يوم حبيبي جوكهان، وبسببك ما قدرت نام طول الليل. أنا كثير تعبانة وما بعرف كيف رح كفي هاليوم. علي؟ يا براك وينك؟ ما لقيتك بالبيت. لأني طلعت من البيت، رحت على المدرسة بكير اليوم. مع شلتنا؟ لا، لحالي. يعني مريت مشان تاخذني علي؟ ما ليلة مبارح وقت قلتي لي سمعتي صوت وخفتي انشغل بالي عليكي. لا لا لا، أنا خفت بس لأنه كان في عتمة وهيك، ما كان في صوت ولا أي شيء. وهي جبت الكعك. شو الظاهر مانك لحالك؟ لا أنا لحالي، لحالي. بس أنا حافظ هذا الصوت. من وين حافظه يعني؟ في رجال مرق من جنبي وحكى، شو أعمل له يعني؟ منيح ماشي لكن شوفك. شوفك. متقصد يعملها حتى تبعدي عني. عم يتقصد يعمل هيك، بعرف هذا الشيء. قصد ما؟ شو هي اللي عملت عن قصد يا برا؟ شو عرفني مع مين عم تحكي؟ متأكد، أكيد عارف، عارف إنه أنت وما صدقني. أنت حكيت عن قصد حتى يسمعك ما هيك؟ يا براك، إذا كان رح يسمع ويعرف فخليه يعرف. كيف يعني خليه يعرف باريش؟ وأنت شو قصدك خليه يعرف؟ أصلاً مو كنتي رح تخبريه؟ مو رح تخبريه بكل شيء ورح يعرف كل شيء وعلى أساس رح يفهم كل شيء؟ لا مستحيل، أنا ما بقدر. معناتها أنا رح حلها. ما فيك تحلها. يا براك، أنت شكلك ما فهمتيني، وأنا حكيت على الفاضي. باريش، لا، الشيء اللي حكيته كان كتير شيء مهم وكتير خاص، وأنت معك حق، معك حق بكل كلمة حكيتها، كتير معك حق. بس بس شو؟ أنا ما فيني أعملها، ما فيني خبره، أنا ما بدي فوت بأي قصة ممكن تدمر حياة علي أو تخليه يزعل. إذا عرف علي رح يروح فيها ويضيع، أنا ما فيني دمره. الوضع مختلف هلا. عم تفهمي؟ طيب مثل ما بدك. معناتها ليش ما بتسمحي يعرف إنه نحن منحب بعض؟
لأنه رح يزعل. رح يزعل؟ وليش لحتى يزعل؟ يا براك علي مرفيقك؟ إيه هو رفيقي. إيه؟ إيه هو رفيقي، بس برأيي إنه هذا الشيء كتير طبيعي. يعني مثلاً لو علي تقرب من بادية أنا رح أزعل كتير ورح أخذ موقف وتعامل ببرود معه. يا براك هلأ علي بيكرهني وعنده كل الأسباب اللي تخليه يكرهني وما رح يسامحني أبداً. تعرفي ليش؟ لأنك ما بتحكي بنوب، لأنك ما بتقلي له الحقيقة، والكل عم يتأذى مشان ما يتأذى شخص واحد، وانتي ما عم تفهمي. انتي اللي ما عم تفهمني بنو. يا باريش انا ما بقدر احكي ابدا، ما بقدر. يا براك اذا اليوم انتي ما خبرتي انا رح خبره. طيب شو رح نقول لاهله؟ الجماعة قعدوا قدامنا واعتبرونا بشر وناس واعيين وحكوا معنا وخبرونا مشكلتهم كلياتها، شو رح نقلن يعني؟ لا ما حدا اعتبرنا بشر، قعد قدامنا وهددنا. هي الابوه برايك؟ هي أنانية، وأنت كمان أنانية. هلأ أنا أنانية ما هي؟ إيه أنانية وكتير، لأنك ما عم تخبري علي بالحقيقة مشان ما يروح. هي أنانية. يا براك إذا بدك هالشي أو ما بدك الموضوع رح ينتهي، يا بتخبري أنت يا أنا رح خبره. شو هالحالة هي؟ قدامي هلأ أربع غيران، وهلأ بيقولوا إنه الغريري ما عنده هرمون الخوف، هو بيمشي لقدام بس ما بيرجع لورا، بيوقف بيوش الأسد وبيلوح بإيديه للنمر، طوله شبرين بس وكنت أربو عليه. لا تضحك، بس كمان في شي ما بيعرفه، إذا ضرب حدا رح يجرحه بس، بس لا سمح الله إذا الأسد ضرب حدا بيزده بالتربة. إيه هلأ منجي لموضوعنا الأساسي، هاتوا لأشوف إذا كنتوا رح تعرفوها. هاي لائحتنا التأديبية يلي مثل الأسد. هلأ المدرسة الخاصة ما بتعني قواعد خاصة لحدا، بالفترة الأخيرة الكل مستهتر والكل مرتاح، ما في حدا عنده انضباط. وهلأ جلوات مشان ذكركن، من هلأ يلي بيخالف الأنظمة والقوانين بالمدرسة ما رح نسامحه، مفهوم؟ تعال لشوف شو عم تعمل يا صغير، لساتك راكد ورا البنات؟ شو عم تعملوا هون انت وياه، عم تطبقوا بنات؟ ها؟ استنوني شوي غامزية رح اخذ الكرسي. هي ليش بتضل قاعدة لحالة؟ يمكن لأنه شعرها مجعل. سنان اسمع هي هلا، شو هاي؟ غنية ما؟ لا، تمثال. شو بكون انت وياه مثل اللي قاعدين بعزا؟ فردوها شوي، عم نسحب الحكي من تمكن سحب، شو القصة؟ شكولة شوف؟ شو بدك فينا؟ خلص تركنا اليوم، عن جد مزاجنا اليوم أبداً ما نرايق. هداك الموضوع نفسه؟ لا، موضوعي غير، بس مالي عارفان كيف بدي قلك. ماشي احكي لي خلينا نشوف، عم اسمعك. كيف بدي قلك؟ أمها لإيجي رح تتزوج، بس البنت ما بتعرف بالموضوع. مزبوط اللي سمعته؟ سنان؟ سنان هالحكي مزبوط؟ مزبوط. إيجي راجع لكم، إيجي 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 إيجي. باريس شو رأيك تفوت معي على الصف كمان؟ يمكن علي لسه ما شافنا. إيه
إذا هالشي رح يساعدك تعترفي فيلا. اسمعني باريش، منترك بعضنا عند الباب وكل واحد بيفوت لحاله، تمام؟ ليش عم تعمل هيك معي؟ يا براك، هاد مشان علي، وانتي كمان لازم تعملي شي مشانه. مرعوبة، أنا وحدة مرعوبة، وقت شوفك أنت وياه واقفين مقابل بعض بموت رعبة، فهمني يا باريش بقى، أنا ما فيني أتحمل. سرين زيادة يا أمازونية، لازم إنه نرمي واحد. أنا عن جد مخنوقة وحاسة حالي رح موت. الصح كتير واضح، أنت رح تخبري، إذا خبرته أنا أو أي حدا تاني رح تصير مشكلة. هلأ الحل بإيدك معناتها. طيب، بس لو سمحت أوعك تعمل معي هيك شي مرة تاني لو سمحت. تمام، اتفقنا. ممكن نحكي بعدين؟ لو سمحت، لازم نحكي أنا وياك لو سمحت. ماشي، تعالي أنا فوق. إيه، ست ملكي، خلي هالشغلة ببالي، أنا عم دور على بيت. خير إن شاء الله، ما يكون في شي مشكلة. لا لا، مرتي سابقة رح تتزوج، وبتعرفي عندها مصاريف، وبدي فضي البيت. في بيت بآخر توزلا بس بعيد عن المدرسة. أنا عم أدور على بيت نظيف يكون قريب من المدرسة. إذا لقيت هيك بيت بقدر أدفع الإجرة 6 شهور أو سنة لقدام، حتى بيكفي يكون نظيف. تمام، ماشي، رح خلي الموضوع ببالي. إجاني زباين على المحل فلازم سكر هلأ. شوفك بخير. ابني أنت مجنونك، يلا أعطيني الطابق. لك ابني أنتو شو عم تعملوا؟ شو عم تعملوا هون؟ لك انتو شو عم تعملوا؟ شايفين هون صالة رياضية؟ مفكرين درس رياضة؟ إذا بتعيدوها رح أبعدكن على الانضباط فوراً. ظبط لي جرافتك. يا حقير، تعال خذ لك، أعطيني الطابة، أنا عندي تدريب، لك أعطيني الطابة. علي، رح أسألك سؤال، سؤال واحد، ليش كذبتي علي؟ أنا كنت مع باريش علي، ولما أنت دقيت وحكيت أنا ما قدرت خبرك بلحظتها أبداً. طيب سؤال تاني، بعدين بظن ما عاد في داعي للكذب أبداً، أنت وباريش؟ لا لا، ما في شي بنوب، لو كان في شي كنتوا سمعتوا أكيد. مو مشكلة، بدي نط على ظهرك وتركض فيني هلأ هون. اليوم لا. علي، لو سمحتي يا براك. علي لا تروح هلا. شوفوا لا، انا رح اصب عن جد، اعطيني الطابه هلا. روح من وشي ولا يلا. لك هات عم اقول لك طابه وماني عاطيك اياها. لك خلصت ولا لك بعينك يا براك. في جروح بس القصة مرقت على خير. لولا الزاوية اللي وقعوا فيها وحجمهم الصغير كنا حكينا بشغلات تانية هلا. هذا الشيء اللي خلاك تنفد من الحادث، حظ كبير. رح يوجعك ظهرك كم يوم، بعدين رح تتحسن. الحمد لله على السلامة، أنا بالغرفة التانية. شكرا دكتور. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. باريش، انت ليش سويت هيك؟ لو صار لك شيء انا ولا يهمك يا براك. والله خفت، انت
منيح؟ كل شيء صار بسببي أنا. بابا عم يتصل لازم رد. إيه بابا. معصب منك وبنفس الوقت بدي اتشكرك. بسببك كنا هنيك، بس لولاك كان ممكن يا براك يصير له شيء. شو بدنا نعمل معك؟ ما رح اسمح، ما بسمح قبل ما اتاكد انك بتحب يا براك مثلي. تتذكر هي الجمله؟ بتذكر، ما انا اللي قلتها. يمكن تقتنع بشي يوم انه انا بحبها مثلك. ما بعرف قديش انت بتحبها، من جهتي بحبها كثير. وينك يا ايجه؟ الأفراح واحدة ورا واحدة. بابا عم يكذب علي، كلياتهم عم يكذبوا علي كلياتهم. بس خلص اتفاقنا انتهى هلأ. مسوك إيدي، مسوك إيدي، خلينا نطلع قدامه، خليه يشوف اختياري الوحيد. إيجا، في جملة كتير حلوة، الثقة مثل الروح، إذا تركت الجسد ما بترجع بنوم. بصراحة أنا كتير عم فكر بهذا الحكي، عم أطلع وراي وعم فكر، بس هالجملة لساتها هونيك. تعرفي وين؟ بيناتنا بالضبط. يمكن شي يوم نبدأ من جديد، بس مو هلأ. ماشي؟ فهميني. ماشي، بما أنه رح نبدأ من جديد أنا رح أطوي الصفحة القديمة لك. خلص لا تشغلي بالك، ما فيني شي. كيف يعني ما فيك شي؟ كنت رح تموت. إيه لا تفاولي، ما رح يصير لي شي. وأنا أصلاً مشان هيك خايفة باريش. يعني انت حدا ما انه سيء ابدا. مو كانك تسرعتي شوي. لا، لانه انا كنت فهمانه هذا الشيء من قبل. معناتها انت بتعملي حالك نسياني او بتنسي عن جد؟ مجبوره. طيب انت بتقولي كلمه يا ريت وقت تنجبري على شيء، او ما بتقولي يا ريت ابدا؟ طبيعي كلنا بلحظات بنقول يا ريت. تمام، رح أعطيكي مثال. تمام، الجملة هي يوم تأخرت على المدرسة. هي جملة مزبوطة، بس في لحسن الحظ ببداية الجملة، ما في كلمة يا ريت بآخرها. لحسن الحظ تأخرت على المدرسة وتعرفنا بهداك اليوم، ومن يومه وأنت عم تنقذ حياتنا واحد واحد. البطل باريش إزونسوي. طيب انت عندك يا ريت تانية؟ يا ريت، يا ريت
يا ريت تعرفنا على بعض بعمر الخمس سنين. يا ريت لو أنت كنت واحد من رفقاتي الأربعة. وأنا كنت على الموتور وهيك قصص؟ ما كانوا رح يحبوني. كانوا رح يحبوك، كتير رح يحبوك. ما بظن، نحن مختلفين. برأيي أنتوا كتير بتشبهوا بعضكم. أنا ومين؟ مثلاً جوجان، أنت كمان مانك واعي مثله، وعصبيتك بشعة. أنا وسخ مثل أوجوز. سنان مستحيل يطير بنت من إيده لو شو ما صار. كيف يعني ما بيطير بنت من إيده؟ هو بيتقرب، بيروح ركض لعندها، بيركض وراها حتى يحفو رجليه. بعدين هو عنده خطط غريبة وملعونة، ما بعرف إذا فهمت علي. هلأ كأني تذكرت شيء هيك، بس فكر شوي. ما قدرت أتذكر. كانوا رح يحبوك، عن جد كانوا رح يحبوك كتير. بس هلأ صعب يحبوني. يعني ما بعرف، هلأ وقت تقول اسم باريس بتطلع إشارات استفهام بعيونهم كلياتهم، وكمان ما بحب يقولوا الطولان. كأنه أنتي جاوزتي واحد منهم. أنا بشبهه لعلي شي؟ أحياناً. مثلاً أنت كمان شجاع مثله، وكمان بتضحي مشان الناس اللي بتحبهم. وبشو منختلف عن بعض؟ صدقني لما أنا أكون معه بقدر أكون مثل ما أنا، مع أنه الكل بيقدروا يكونوا مثل ما هنن قدامه. يا بنت شو عم تقرأي؟ عن مصاصين الدماء؟ أنت عن جد مجنونة. شو عم تسمعي هلأ؟ أنت هلأ عم تسمعي لهذا الغبي كمان؟ يا بنتي هاد ما بتقدر تشوفي إلا على التلسكوب. شوف شعراتها شلون؟ وشكله بودرة، راح تصير مثل البنت يلي بالأحلام. هي أصلاً عايشة بالأحلام. أنتوا كتير بتشبهوا بعض على فكرة. شوف وهدول بيشبهوكن. أنتوا شلون بتفكروا؟ يلا قولوا لي. لك أنتوا ما بتقدروا تتحملوا تشوفوا حدا ما بيشبهكن، ما؟ سألني ليش؟ سألني ليش؟ لأنكن ضعاف. أنتوا ميتين لتكونوا مختلفين، بس ما عندكن الشجاعة. شوف بتمشط شعرك هيك، بعدين بتخاف، بتقول شو رح يقولوا، بترجع تنزعوا بترجعوا مثل ما كان، ما هيك؟ وبتجوا بتضايقوا الناس اللي ما بيشبهوا حدا، لأنكن مو هيك. أنتوا أعداء الناس اللي بتحب تحلم، لأنكن ما بتقدروا تحلموا مثلهم. أنتوا اللي بتضحكوا، شو المشكلة؟ ما بيحق لها تحب حدا مشهور يعني؟ شو اسم البنت يلي عم تلحقها؟ وصار لك 3 سنين. أصلي شي مرة طلعت بوشك؟ أتحداك إنك تحب بنت قريبة أو تحب نجمة بعيدة، ما في فرق بيناتهم، التنتين نفس الشي. ليك رح تقروا هاد وبكرة رح تشرحولنا عنه. طيب ماشي، اتفقنا يا ريم؟ اتفقنا. اسمع أنت وياه، إذا رجعتوا تتمسخروا رح أسأل عن التفاصيل، وإذا ما عرفتوا رح أقسم الكتاب، وما بعرف شو بعمل. يلا نقلعوا هلأ. لا تخجلي من حالك بسبب هدول، وإلا رح تكوني بتشبهيهم. وقت كون معك بحس حالي صرت وحدة تانية. يمكن بتصيري أنت وقت تكوني معي، يمكن بتكتشفي حالك. باريس خبرتك كيف نحنا؟ نحنا الخمسة كنا نفوت على الجناين مشان نجمع الفريز. كنتوا تلحقوا ريحة الفريز، خبرتيني. لساتا قلوبنا بهداك العمر، نحن ما عم نكبر مع كل هاي الظروف اللي حوالينا. بس أنا وقت كون معك ما فيني نط عن صور هديك الجنينة، الأولاد كلهم بينطوا، بس أنا بحس حالي عم أعمل شغلة غلط. وقت أنا كون جنبك بنسى كل طفولتي، اتركني ضل بعمر الخمس سنين. رح يصير هالشي إذا عملتي المطلوب. كيف؟ أنا من فترة حليت القصة.
باريش انت شو عملت؟ يعني انت رح تكوني مبسوطة. باريش شو عملت؟ هلأ بدك تقلي شو عملت؟ احكي طلبت تنتقل يعني؟ ما عم افهم ليش هيك عم تساوي؟ ليك باريش بصراحة انا بصراحة؟ يعني بصراحة ما في داعي تروح. حاول تطلع من عالم القصص، يعني وقت الأمير بده يلاقي الأميرة ويدور عليها بكل مكان، وقت بتجعك معدتك بتفكر حالك وقعت بالحب، كل قطعتين بيتزا بتطيب. بس لا تروح، ما في داعي بنوب. ما بدك تكوني مبسوطة؟ بدي، بس ما بعرف إذا رح كون مبسوطة ولا لا. ما بعرف شو يلي خطر لك، أنا مو رايح لمكان. قلت رح يصير هالشي بس أنا ما قلت إني رح روح. كيف يعني؟ في شي براسي. شو هو؟ تثقي فيني؟ إيه طبعاً بوثق. طيب لكن غمضي عيونك يا حلوة. ليش؟ مو هلأ قلتي إنك تثقي فيني؟ إيه بوثق فيك شبك. قربي شفايفك شوي. شو رأيك تقربي شوي رقبتك مشان أخنقك وارتاح؟ يا برك اهدي شوي، سكري لي عيونك، قربي شفايفك. تمام، انت جاهزة؟ ايه جاهزة. هلأ رح أعمل أكتر شي بدك اياه. ايه وشو هو؟ يا براك اهدي، شو يلي خطر ببالك؟ شو بعرفني؟ وشو هذا اللي بإيدك؟ لحظة لحظة، ليكون أكتر شي بدك اياه هو الشي اللي مكتوب بالقصص. ايه مزبوط، مثل القصص. بتعرف شو بصير بالقصص؟ بتعرف الأمراء مين بيبوسوا؟ بتعرف مين؟ بياض التلج والأميرة النائمة. هدول كلياتهم ميتين يا ابني، كلهم جسس، وانت يا دوب تبوسني ما تصير جثة. لكن ما رح نعمل هالشي هلأ، رح نبلش بأكتر شي بتحبيه. باريش لا تخليني عصب، لأني ماني مسؤولة عن كل كلمة بحكيها بعدين. شو هاد؟ هاد ما بتعرفي شو؟ هاد بتحطيه على شفافك وقت يقشره. بس شفافي مانن هيك بالمرة. طيب لكن شو رأيك نحطه على قلبك المقشر؟ يا ربي دخيلك، شو بدي أعمل معه لهاد؟ تعالي. تمام. ليكي رحت اشتريت أكتر وحدة فيها ريحة فريز، هي بتحطي منها وقت يلي بتحكي معي ماشي؟ ولا تقولي مو شامة ريحة فريز وبتتذكري طفولتك بنفس الوقت. بالمناسبة إذا بدك بهدو لحيط الجنينة. وكمان إذا أنت نسيتيني وقت تكوني بالجنينة. شو هي؟ هي صور بأول لحظة التقينا فيها. كيف جبتون؟ بصراحة كان الموضوع صعب، بس أول صورة لإلنا تستاهل. يا براك لا تطالعي حدا من حياتك كرمال تدخلي حدا تاني. جوكسال انت منيح؟ عم تقدر تدعس عليا؟ اذا مو قدران خلينا نصورها. شو رح نعمل هلا؟ معقول تكون مردوده؟ برايي خلينا نوصه مشان ما يتوجع اكثر من هيك. هيك بيعملوا للخيول مشان هيك. التلج نفعني يا استاذ، هذا بكفي. لا ما رح ينفع. مروه رح ندور على شريك إليك إذا ما تحسن. إيه طيب، بس مين رح يكون هو؟ أنا. أنت؟ خلصنا. ليش أنت بتعرف ترقص؟ شو الرقصات اللي بتعرفها؟ صوت؟ صوت، صوت. أعزائي، تمام. وهلأ رح نقدم لكم موهبة مدرسة أرسلان، ويلي رح يقدم
أحلى رقصة شعبية جوكهان كارديمير. يعني شو مستواك بالرقص؟ يعني بتقدر تقول المهمة. شلون؟ أنا جاهز للمهمة. يعني شو مستواك بالرقص غير اللي قلتلنا إياه هلأ؟ مستواي؟ شو بدي إلك؟ بالمستوى المتوسط بابيتشيلو، وإذا بدك بعرف كمان رقصة غصن الخوخ. عم أفهم. أما التانجو عنا بالوراثة، بابا تاجر بالأرجنتين عنده دكان صغير هنيك، تعلمت من هنيك وقت كنا نرقص بالحارات. صرت منيح بقدر بدافع عليها. كثير منيح الحمد لله. كثير انبسطت. مروة بالمناسبة عنا بروفا باستراحة الظهر، لا تتأخر. تمام أستاذ. يلا تعال معي. شيل هالموضوع من بالك جوكهان. باقي 20 دقيقة للدرس. هلأ علي رح يطلع بوشي ورح أصير فيه كلام كتير بدي أقول له إياه. ما رح تقدري تخبري؟ أنا بعرف أكيد رح خبص بأهم لحظة. شايف قلبي هاد؟ حتى قلبي ما عاد سائل عن عقلي. أنا كتير معصبة من حالي باريش، متمنية أقتل حالي وأخلص من هاي القصة بقى. تمام يلا قومي. لوين؟ في طريقة تانية. عم بسألك للمرة التانية، لوين؟ يا براك عم قلك عندي الحل. إذا عملنا هيك رح يجي الاعتراف بالوقت وبالكلمات المناسبة. قومي معي. أنا عم قلك لوين باريش. امشي لصفي لك ذهنك. يلا. متأكد هذا رح ينفع؟ معك ما بعرف، معي بينفع. يلا. طيب باريش قلي ظهرك صار منيح، ليش خلتني أضربك على ظهرك؟ أنا كتير زعلت عليك. ما فيني شي، أصلاً أنتي. أصلاً شو؟ خلص أنسي. احكي باريش، شو قصدك بهذا الحكي؟ خلص عن جد، يلا تعالي، يلا. هيك صح؟ أنتي مفكرة حالك هلا ضربتي؟ يلا ضربي منيح لشوف. مانا سيئة. يعني في شوية أمل. تقريباً هذا هو اللي تعالي يلا. اتركني. ما بدي، أنا هيك كتير مبسوط. قصداً عملت هيك؟ اتركني باريش. خلص حاج تتهربي، حاج تتهربي مني ومن الحقيقة. باريش لو سمحت اتركني، أنا تأخرت. مو مشكلة، ما بخليكي تتأخري، متعود. يا براك ليكي أنا بحبك، حاج تهربي. بس أنا ما بحبك. وأنا هيك عم قول. باريش دقات قلبك غير، ما عم يسمع لعقلك. أنا لأنه كنت خايفة منك، يعني الشيء اللي عملته هلأ فاجأتني فيه. أنتي متأكدة؟ أي طبعاً متأكدة، تركني روح بحالي لو سمحت. يا براك حاج تكذبي على حالك. اسمع، أوعك تعمل معي هذا الشيء مرة تانية، أوعك، عم تفهم؟
إيدك ضعيفة يا براك، صوت قلبك أقوى. ليك باريش، أنا كنت مديونة لإلك وعطيتك هذا اليوم، بس أنت ما عم توقف عند حدك بنوب. أنا ما بعرف، أنت ما بتعرفي وين توقف. شو؟ إيه؟ ما بتعرفي، واقفة ورا المكان الصح. أنا ما عم أتمادى، أنت عم تضلي ورا. أنا ماني جريء، أنت الجبانة. أنت عن جد مجنون. حتى بتخافي إنك تحبي؟ حتى بتخافي تعترفي لحالك بهالشي؟ بس كل ما خفتي هنن رح يكرهوني أكتر. هو سر صغير، إذا اعترفتي فيه رح تنحل، بس أنت ما عندك الشجاعة. ما عندك الشجاعة كرمالي، ما عندك كرمالك ولا حتى كرمال علي. باريش خلص بكفي، لو سمحت بكفي. قرري يا براك، يا منضيع بقلب هاللعبة يا أما بتواجه الحقيقة. زمن التفاهم خلص. عقاب يلي عملتوه كتير واضح. اتنيناتكم رح تتعاقبوا بالفصل 3 أيام، غير هيك اسمعوني. العقوبة المؤجلة اللي عملتكم كمان رح تتسجل بإدبارتكم. بس يا أستاذ، هو خلي البس أستاذ لحالك لبعدين. طلع لبرا هلأ، طلع. لسه عم يهز بإيده، عم نستوعبكم وعم نضحك بوشكم. طلعتوا على ظهرنا. رح أحكي باللغة اللي بتفهموها، رح أورجيكم الوش الثاني، ما رح تفهموا غير هيك. طلاب مدرسة أرسلان الخاصة، اسمعوني شو رح أقول. بالفترة الأخيرة لاحظنا إنه حوادث الانضباط زادت عن الحد. من هلأ ما عاد رح نتسامح مع هذا الشيء. من هاللحظة ما رح يكون في تأجيل أو تسامح مع أي مخالفة أو غلط، وهالشي لحد ما نأسس جو مريح بالمدرسة. ويلي بيخالف أي قاعدة حتى لو بسيطة فوراً رح يتعاقب أكبر عقوبة بدون أي تردد. يلي بيخالفوا أنظمة المدرسة وبيخالفوا القوانين فيها وعم يصروا على هذا الشيء، يروحوا يدوروا لهم على مدرسة تانية، لأنه ما رح نسامحهم ورح ينطردوا. كيف؟ هاد بكفي لانطرد يا أستاذ؟ كنت بتعرف إنه أمي رح تتزوج، مع إنك بتعرف حطيتلي شرط وفرقتني عن سينان. إيش؟ حبيبتي ممكن تسمعيني؟ مثل ما قلت لك هذا منشان مصلحتك. منشان مصلحتي؟ منشان مصلحتي؟ أنتوا الاثنين ما بتهمكن مصلحتي أصلاً. تمام، بس أنا أبوكي، وبصفتي أبوكي أنا بغار عليكي وبخاف عليكي. ما بدي شي زعلك، أنا بدي أحميكي. بس بعرف المكان اللي وقف فيه. بدي تفهمي إنه مع سنان هاد ما رح تكوني. طيب ليش بابا ليش؟ روحي اطلعي عليه، طلعي عليه، طلعي عليه منيح وفتح عيونك. واضح هو شو بيوزع ابتسامات للكل، لكل البنات. الشاب خاتم كتاب الحب كله، كل يوم بتلاقي مع وحدة شكل. هاد كان قبل هيك، نوع مو ممكن يتغير. بيفكروا انه نتغيروا بس ما بيتغيروا. كل عمري ما بحب هيك نوعيات. وامك كمان تركتني كرمال رجال مثل هاد. كل ما اطلعت على سنان بشوف هداك الزلمة، بشوف في تصرفاته بذكرني بهداك الزلمة. بس بابا انت قلت لي انه ما كان في تفاهم ابدا، وشغلات سخيفة كتير. شو اعمل؟ امك تركتني وراحت، بس الرجال شو عمل؟ ترك امك وراح بعد يومين بس، ما قال هالمرة بشو ضحت وقديش خاطرت كرمالي. بنتي، هذا النوع من الرجال بس بيبكوكي وبيزعلوكي، وما بدي لا تزعلي ولا يزعلوكي، بس انتو بتروحوا وبتوقعوا بحبالون.
كمان اللي مو مثله بيزعلونا. انت كسرت لي قلبي، وانا هلا بكل فرصه رح اكسر لك قلبك كمان. محبتك واعتباراتك ما عاد لهم اهميه عندي، ما عادوا موجودين بالنسبه لإلي. شفتوا لي على هالمدير؟ انا ما عم بفهم عليه بنوب، يعني مو كان يقول انه هي مؤسسه تجاريه؟ مجنون مجنون مجنون. لك اذا عن جد هيك كنا تقلعنا كلنا. مجنون، صدقوني هذا مجنون. اكيد كنا تقلعنا. لا عاد تقولوا لي عنه مدير. شوفوا شوفوا شو بدنا نشوف. شوفي شو اجا هذا الاهبال، هذا امبارح خربط كل الدنيا. شو عمل؟ ايه مزبوط، امبارح قاعد يزيد كلام على الكل، عن جد كثير بيضحك. مرحبا، ممكن نتعرف؟ انا رويا. ماني فاضي من هون لسبعين سنه. مرحبا، شو برجك انت؟ بدي اشنق حالي. طيب يلا قلي. ما بيتوافق مع برجك. على اساس بتاخذ صفر جايب 90؟ اخي انا ليش لحتى اكذب عليك يعني؟ عندك عقل تجيب 90 بس ما بتقدر تحسب علاماتك. بالنتيجة عم تكذب. عن جد انتوا بتقرفوا. شفتوا لهذا شو طلع منه؟ بشعة وغبية كمان. انت شو عم تخبص هلا؟ ليك على هالمشكلة اللي رح تصير؟ متأكد انك حطيتي حشوات بصدرك، من هون مبين. وحاطة كعب مخبى تحت كندرتك. وحاطة كيلو كريم بعد الحمام، ومع هيك جلدك مليان حبوب. مين انت لحتى تحكي معي بهالطريقة؟ ممكن تبعدي 5 متار عني؟ أو 6. انت شو عم تحكي؟ ما عم افهم عليك. شوفوا لي هالمشكله الكبيره اللي رح تصير هلا، حرب الافاعي. احلى شيء بهالحياه انه الاغبياء ما بيفهموك، الواحد بحس حاله مميز. ماشي يا ابو راس احمر. ليك ليك شو هالتصرفات هاي. ماشي يا ابو راس احمر. إلي حكي معك. علي، اطلع على نظرات أستاذ الفيزياء، شو صاير معه؟ كان في ممثل بفيلم بيقول بدي ألعب لعبة. طالع مثله. مهم. أنا دمير. أنا أستاذ؟ أنت أستاذ، بدي أقول لك شغلي. قول. يا أستاذ، بالصف العاشر إصبعتي انجرحت بالامتحان، وأنا ضغطت إصبعتي على ورقة الامتحان وكتبت فوقها إذا ما بتنجحني بالامتحان هي البنت رح تموت. لهالسبب أنت معلق علي. وقتها كنت صغير ودمي فاير وعملت شوية حركات شغل مراهقين، يعني نساهم بقى. هذا أنت؟ لأنه ما كان في اسم على الورقة. على كلين، طالما عرفنا أنه هذا أنت معناتها رح نصعب السؤال. تعال هون أشوف. روحنا حالنا. يلا اطلع اللوح. يا على اللوح، يلا برا. ماشي لك أنا. إذا طلعت لبرا تعتبر غياب. غياب. ماشي. أوجوز. أستاذ، أنا بختار الإجابة بي. شو هي بي؟ هلأ أنا حضرت للامتحان يعني، بس حضرت له شفوي، ولهيك بي جوابي النهائي. اطلع لبرا، لا تترك رفياك لحاله، يلا روح. غوكان، استناني جايك. يور الماز، شكلك كثير متحمس، تعال. أستاذي، اطلع هلأ لحالي ولا بدك تقلعني أنت؟ يلا درمل ابني. ماشي.
بشوفكن. يا براك تعي له. بصراحة يا أستاذ غيابي أنا واصل لآخر حد، يعني إذا بموت اليوم وبرجع بعيش بكرة وإجي مشان ما أتسجل غياب. بصراحة أدائي على اللوحة كتير سيء. ماشي بنتي خلص لا تتعبي حالك، فهمت عليك، روحي لعند رفقاتك. يلا يلا لبرا لشوف. وشو مشان الغياب أستاذ؟ علي ويا براك لبرا يا أولاد، يلا روح لعند رفقاتكم. يا أستاذ ما فيك تسجلني غياب. مشان غيابك خليكي هون. طلع أستاذ، أنت ملك، أنت كبير يا أستاذ. بنتي راح تكون علامتك ضعيفة كتير بآخر الفصل، وما راح يضل لك مكان على عرشي يا باك. شو هاد يا شباب؟ الرجال زتنا زتت الكلاب، يعني إذا مزعوج من الأنسة نازان شو زمده يتفشش فينا؟ يا شباب شو هالحكي هاد؟ أصلاً الرجال عم يبقى من الصبح للمساء بالمدرسة، بيجمع كل الطاقة السلبية اللي بياخدها وبيطلعها فينا. أنا بشوف إذا ما صارحناهم رح تطلع الشغلة براسنا. إذا في داعي منساعد. يلا تفضل. شو يا شباب؟ أستاذ مرحبا. نحنا كنا عم نسأل حالنا عن مكان لتبقى فيه، قدرت تلاقي شي مكان؟ هلا الأوضاع سيئة شوي بس رح تنحل يا شباب لا تقلقوا. طيب أستاذ ليش ما بتقول للأنسة نازان؟ يا ريتك قلت لها يا أستاذ. بلا ما تعرف يا شباب، يعني ما بدي تعرفني هيك. كيف يعني ما تعرفك هيك أستاذ؟ إني وحيد وما إلي حدا وما عندي ولا باب واحد دقوا بهالمتينة الكبيرة. خلوة بيناتنا. وعد أكيد. أنت لا تقلق أستاذ. عنا أستاذ، أنت لا تأكل هم. سرك كبير يا أستاذ لا تقلق. عفواً بس تحمست شوي. ماشي يا شباب أنا ما بدي أشغلكم. شكراً يا شباب شكراً. بالتوفيق أستاذ. تسلم يا بنتي. شو هاي الورقة اللي رماها هون؟ والله الأستاذ كاتب شعر هون يا شباب. اقراهن وسمعنا شو كاتب. رح أقرأ. حركتي متسارعة، يجب أن أمدح هذا الجمال. أنت رياضية وأنا الفيزيائي، عندما أحب أحب بالكامل. باي. كتير حلوة على فكرة. هلأ عم يحاول الزلمة بنية طيبة. ما بتزبط. أعطيها لمروه. أنا خاصمت الأدب. خدو. بس نحن لازم ندعمه أكيد. هلأ بصراحة نحن لازم نعمل شيء يا شباب، وإلا أستاذ الفيزياء رح يصير مصيبة علينا. أنا أصلاً رسبت. ماشي خلص نعمل شيء شغلي. بالمختصر لازم نبدع شوي. هلأ أول بيتين كتير مناح بس لازم نصلح باقي البيوت، بدنا القصيدة تطلع بتجنن يا شباب. اقراها لنشوف شو رح نعمل. يلا اقراها. عيناك غرفتان بالشمس تشرقان، أريد العيش بداخلهن. حلوين، والباقي؟ ما فيك مالي؟ ضحكتك لا تكبر بريئة، وأريد البقاء معك طفلاً. صاب الهدف مباشرة. أيوة اكتبها اكتبها قبل ما تنسى. ضحكتك لا تكبر. أوكي بقلكم شي شباب، كتير بيشبه خط الأستاذ. مشان تعرف حبيبي. استنوني شوي شباب. ماشي. يا أبو راس أحمر اطلع. متأكدة في شي مستاهل لأطلع؟ لا تفكر إني سكرت موضوع مبارح. شو كنت عم تعمل بحارتنا؟ ليش كنت عم تلحقني؟ حركاتك بلشت تتعب لي أعصابي. تمام؟ أعصابك؟ عندك ليش؟ كم خلية؟ ثلاثة ولا ثلاثة ونص؟ أربعة. ما طلعت صوتي حتى ما يسمع علي، بس المرة الجاية رح صرخ وأفضحك.
الخامسة فاضية شوي؟ فاضية يا روحي. أوه الفريق كله هون؟ خير شو في؟ أنسة في موضوع مهم بدنا نحكي معك. إذا كان الموضوع عن امتحاناتكم فهي مواضيع بدنا نبكي عليها مو نحكي فيها. لا أنسة نحنا ما أجينا مشان نبكي أبداً. إيه؟ يلا أحكوا لا تعصموني. لقينا هاي بالحديقة، أكيد رح تعرفي لمين من خطه. خط أستاذ الفيزياء. إيه؟ اسمعيني أنسة، هو عنده دفتر مليان شعر، يعني قلب الرجال تلف ما عاد يتحمل أكتر. يعني وقت شافك جاي مسك الدفتر وبلش يركض وبعدين وقف شي دقيقة؟ وعلى الأغلب الزلمة خجل يعطيك القصايد. لو كتبت هيك شعر بدي أتردد أعطيه؟ بس يا أنسة برأيي هذا الشعر ما نو سيء ابنوب، قرينا وتأثرنا كتير. عن جد؟ ليك يا أنسة، الرجال شكله بيحبك كتير، بس عنا طلب واحد منك بلا ما يعرف إنه نحنا منعرف. لو سمحتي لا تخليه يحس، يعني ما بدنا نحرجه. ماشي لكان. طيب لنروح لكان. يلا روح. مهمتنا خلصت. مع السلامة. يعطيك العافية. يا عيني على الفيزيائي، قديش حلو اللي كاتبه. انت عم تلحقيني ولا صدفة مثل العادة؟ بالعادة بتكون صدفة، بس هالمرة عم الحق. شو الموضوع؟ الموضوع يا بريك، وانت كمان إلك علاقة. شبها يا بريك؟ بظن انه طلع لك منافس جديد. مين هو؟ الشاب الجديد تونا، حاطت يا براك بباله كتير، حتى عم يلحق لعند بيته. ضايقة شي؟ والله ما بعرف إذا ضايقة ولا لا، بس بعرف إنه عم يلحقه. هذا اللي عرفته اليوم. أنت مزعوج مني مو هيك باريش؟ نظراتك هيك عم تقول وما بتوثق فيني. بس إذا يا براك بتحبه هالشي رح يكفيني، أنت أو هو. برأيي تعجلوا بالموضوع. تونا حابب أحكي معك شوي. كم كلمة عندك؟ المفروض عديتهم لأنك تعلمت الحكي على الأغلب. ليك ليك ليك، هذا الطويل عم يضغط على تونا. ليك لبقى تلحق يا براك مرة تانية. إذا بلحقها عن جد تعالوا ضربوني، رح كون بستاهل. كيف يعني يا زعيمة؟ شو عم يحكوا هدول؟ وجوز هو. لحظة لحظة، كنتي عم تصرخي، كان تونا عم يلحقك شيء؟ ما حدا كان عم يلحقني بنوب، يعني هو اجا ومر من جنبي فجأة وكان في عتمة كتير لهيك صرت صرخ. هذا كل الموضوع مو أكتر. الطويل بيعرف، والشاب يلي لازم يحميكي ما بيعرف. مرة تانية يا براك. أنا ما قلت لحدا شيء، شو بيعرفني هو من وين سمع؟ عن جد أنا ما قلت له شيء بنوب. لهيك التقيتوا الصبح حتى تحكوا عن الليلة ما؟ مرة تانية يا زعيمة. مو على أساس رح تخبرينا؟ هاي تاني مرة ما خبرتينا فيها. يا شباب شو عم تخرفوا؟ صدقوني أنا ما خبرت حدا أي شيء. أنا ما خبرت حدا بس كرمال ما وجعلكم راسكم بأي مشكلة معي. شكراً إليك. ماشي. بس يا علي هي عملت هيك لحتى تحمي، لا تتصرف ببرادة معه. لحتى ما تقتله لتونا. مزبوط عم تحكي. عن جد شو هذا يا؟ هزي ليش؟ ما
تعملي هيك بحالك، رح نلاقي حل لكل شيء. أوكو صار بيعرف، عم يقول لي بدي اترك المدرسة. تمام، تمام، ما رح نحكي بهالموضوع. يلا أنت هلا اتركي يلي بإيدك. تعالي، تعالي نقعد ونحكي شوي يلا. نزوسة جبت لك قهوة ومن دون رغوة سكر خفيف وحبة قرنفل حطها. بدي آكلك. إلي؟ قلي لشوف انت وين نمت. ما عادين منحكي بهالمواضيع نزنوزة. انا عم بسألك وين نمت. نمت عند امي، قالت لي انها بتحب كنتها كتير وانها بنت حلوة كتير وهي عن جد كتير غالية على قلبي. كمان قالت لي اكيد بيكون الحق عليك شو ما كنت عامل، واكيد الحق معك انت، وبتسلم عليك كتير. امك؟ لكن مين؟ طيب ماشي، بس هالليلة رح تنام بغير مكان. مكان تاني؟ وين؟ ببيتك، ببيتنا. مش عارفك عم تحكي جد؟ ايه عن جد. مالي حاسة بإيدي. خلص زيليش، لو سمحتي تروقي شوي. شو يا خانم، ممكن أعرف وين صار طلبنا؟ إيه بترجاك لا تواخذني يا أخي، بس كنا مشغولين شوي، رح جيب لك يا فورا. خلص ركي لا تجيبي شي، ما عاد فيني استنى أكتر من هيك. هلا عرفت ليش هالمكان ما فيه زباين، امشي نروح. لو سمحت لا تواخذنا، بعتذر من عوضك المرة الجاي، عن جد لا تواخذنا. كل هاد بسببي. يي شو هالحكي، هاد شبك؟ شايفة أصلاً وضع الشغل، المكان فاضي على الأخير. والله يا زيليش شكلي رح بيع هالمكان بأي لحظة. وأنا رح بيع البيت كمان، حتى لو بسعر رخيص، لازم أدفع قص الولد بأسرع وقت. أنا عم أدور على بيت نظيف يكون قريب من المدرسة. إذا لقيت هيك بيت بقدر أدفع الإجرة 6 شهور أو سنة لقدام، حتى بيكفي يكون نظيف. زيليش؟ اسمعي لقلي، شو رأيك تنسي فكرة البيع وتأجري بيتك، مو أحسن؟ بدي على القليلة أجار 3 شهور لحتى يكفي التأمين وهالقصص. وإذا دفع سنة؟ من وين بدي لاقي هيك مستأجر؟ لو بلاقي صدقيني رح تنحل كل مشكلتنا. اسمعي، المدير عم بيدور على بيت لقله وبده إياه بسرعة كمان. طيب نحن وين رح نبقى؟ ببيتنا. أساساً بتعرفي قديش الأولاد قراب من بعضهم، وأنا وأنتي ما حنختلف ومثل الإخوة. خلاص خلاص حلينا هالموضوع، حلت المشكلة. عم تستنانا أيام كتير حلوة. روحي أنتي، روحي روحي أنتي. مستوى اللغة الإنجليزية مستوى ملكي. أوغوز، روق 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 روق، لا تسكر. شو الموضوع؟ عم ندور على شغل؟ هلأ الموضوع كتير معقد، لا تهتموا. مشان المدرسة؟ مو مشان المدرسة، مشان البيت. أصلاً رح أترك المدرسة. لا تخليني أغلط معك هلأ، كيف بدك تتركها؟ من حلا أخي، طول بالك شوي. أنت ليش ما خبرتنا؟ أي صح، مو مثل ما مفكرين يا شباب، عن جد أنا رح أتركها، ما رح تزبط. ما بعرف، رح أدور على شغل أو أي شيء تاني، بس لازم أعمل شيء. أنا بس كرمال إجي على المدرسة أتسلى وأضحك شوي، سلطانة زيليش بعد خاتمة، بتعرفوا هالشي؟ عن جد، نحن شو عم نعمل؟ نحن طلاب ثانوي، لو بتنفضنا نفض قديش رح يطلع معنا؟ خ...
خليني اترك هالمدرسة، بركي بيطلع معي شي شغلة، المرة رح تروح حالها. أنسي، أنا ما في إشارات استفهام براسي، موقفي واضح. بس يا براك حبيت أحكي معك شوي. إيه أنسي، حبيت أحكي معك لأنه عمو تكين قالنا إذا نحن رح نخبره لعلي رح يخطفه. في ناس مستحيل يتغيروا يا براك. غريب، بالعادة أنتوا اللي بتحكوا لي مشاكلكم، وهلأ مو شايفة غير همومي عم نحكي فيها. في شغلة أنسي، علي كان رح يموت قبل ما يحضنك ولو لمرة واحدة. معك حق، معك حق، بس عقلي ما عم يحملني. حطولي براسي هالسؤال من سنين وما عم بقدر أني حله. الصح والغلط كتير فاتوا ببعضهم. أنا يعني لازمني شوية وقت. لو سمحتوا حاولوا تتفهموني. متأكد إنه كان بده هالشي بس ما عنده الشجاعة، وخايفة من عمو تكين. بس مستحيل حدا غيرنا يخبره باريش. يا براك فهمي علي، مو ممكن حدا غيرك يخبره، لأنه وقتها رح تصير مشكلة. لازم يأمن مصاري وإلا رح يترك المدرسة. عن جد أنا ماني قدرانة أشوفه هيك، مشان هالشي كان مو على بعضه بآخر فترة. شو بدنا نعمل هلا؟ موضوع المصاري مانو سهل. طيب قديش معنا وقت؟ ما معنا كتير. طيب هلا بصراحة أنا في ببالي فكرة، بس ما بعرف إذا رح تزبط. إيه هاد خبرنا. هلا هذا الشاب ختم كتاب البيتزا كلياته، بس قلت بيتزا فورا بتتذكروا. مو كان يعمل الوصفات ببيتكم؟ صح. ايه كان يعمل هي شو كان اسمها، بيتزا غريبة كتير كانت طيبة، وما كان يرضى يخبرنا كيف كان يحضرها. هلأ بيخبرنا. ايه شو رح نعمل هلأ؟ لك ايه في المحل تبعنا وفيه كل شيء، ونحن مناخد الطلبيات. شو رأيكم؟ لك ايه، وبنخترع أفكار جديدة. يمكن نعمل شيء كبير كرمال أخونا أوغوز. معناتا منلتقي بالكافيه بعد المدرسة؟ طبعاً، بس أنا إذني رح ياخد وقت شوي. تعرفوا بابا ما عم يعطيني إذن بنوب. هنن بيحبوا باريش، هو بياخد لك إذن. ما بدنا توتر بنوب، كرمال أوغوز، ماشي؟ ركزوا على هالشي، عم نعمل هالشي لأنه منحبه. يلا. والله اجيتك ركض لهون. اهلا وسهلا، صار شي غريب كتير اليوم. شو صار؟ حليت لك موضوع البيت. كيف؟ لقيت لك بيت وموقعه كتير قريب وكمان مفروش. طيب وين؟ كيف؟ قولي لي بأنو شارع بالضبط. هلا مو انا وزيليش ساكنين فوق بعض؟ ايه الطابق يلي تحتنا، وزيليش وأوغوز رح ينتقلوا لعندي. ايه لولا العيب كنت بدي قوم ارقص هلا. رح نصير جيران. ايه طبعا هيك رح يصير. والولاد؟ هاي بقى والله ما بعرف شو حلتها. رح نحلها كمان. أكيد منحلها. أنا كثير مبسوط. هلا ما بعرف إذا رح تزبط هاي الفكرة، بس بكفيني إنكم فكرتوا من شاني. شكراً كثير. نحن ممكن نعمل أي شيء مشانك، ما هيك يا برا؟ نحن مستعدين نموت مشانك أوغوز. بعد ساعة منكون بالكافيه. طبعاً ما بعرف إذا كنت رح أقدر أخذ الإذن، قلتلكم بابا. أنا رح وصلك وباخذ لك الإذن. طيب خلينا نمشي. ماشي، ونحن رح نمشي كمان. بس أنا لازم مر على البيت أول شيء. ماشي، لكن تعالي وصلك على الباب. يعني رح نبلش هلأ فورا؟ Thank you.
يا براك، علي عم بيشك أكتر كل ما يشوفنا، لازم نخبره بأسرع وقت. باريش قلت لك إنه ما في أسرار بيني وبينك، حكينا وقلت لك ما فيني أعمل هذا الشيء بالمرة. طيب معناتها ما تركتي لي فرصة. أوعك أوعك ما رح تتدخل بنوب، ما رح تقول له شيء لو سمحت باريش. تمام خلاص، أنا قلت اللي عندي. شلون يعني قلت اللي عندك؟ لا تجي باريش، لا تجي، لا تجي تساعدنا ولا تاخذ لي إذن ماشي، ولا تحضر بيتزا معنا، لا تجي، ما بدي اياك. يا براك بس أنا بحضر حالي، وهديت أبوكي من زمان معي. لا تجي، قلت لك ما بدي اياك، مفهوم؟ أنت شو عم تعمل هون؟ بيقولوا مساء الخير. عم تعمل هيك مشان تزعجني ما؟ بنتي هذا تونا ضيفنا اليوم. طيب ليش ما خبرتني إنك جاي؟ كان لازم خبرك؟ بالله يعني أنت شو رأي حضرتك؟ عملتيني حدا منحرف لأنه هاد تفكيري، ما بيهمني شو بيفكروا الناس فيني. لا يا ابني ما كان في داعي. يا عيني. أهلا وسهلا باريش. شي مرتب وعلى الموضة. وانت التاني شو عم تعمل هون؟ يا براك بس لحظة أمي، أنا كنت رح حلها لحالي وآخذ الإذن، أنت ليش إجيت لهون؟ أنا مو قلت لك هلأ أنه عندي شغل والتغى، حكيت مع أبوكي وأخذت الإذن وقلت منروح سوا. يا براك بأمانتك حبيبي باريش، إيه روحوا ورجعوا بسرعة، تمام؟ إيه عمو تمام. أنتوا تعرفوا بعضكم؟ معقول ما نعرف بعضنا؟ أنا بعرفه من لما كان ولد صغير، هذا حفيد جارتنا اللي جنبنا، عم يصلحوا بيتهم هلأ، إجا لعنا ورح يبقى كم يوم، وأنا عطيته غرفتي يا براك، ويا براك رح تنام بالصالون. كيف؟ ليش؟ شو؟ شو اللي عم بصير أمي فهميني؟ يا شباب، يا براك وينها لهلأ؟ معقولة ما قدرت تاخد إذن؟ ومعقول أبوها لساته عم يعمل لها مشاكل؟ هلأ، ما في مشاكل بس لساته قاسي عليها. بيجوا بعد شوي. مرحبا. أهلا 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 إيجا. خير إيجا؟ شو هاي؟ بعدين بحكي لك، أوكي؟ إيه. مرحبا، نحن إجينا. أهلين بالزعيم. لحقناكم. شو هي الخطة؟ خبرونا مشان نعرف نحن كمان. الموضوع واضح. سنان؟ ها؟ بدي أحكي معك بموضوع مهم. إيه أكيد طبعاً منحكي، تعي. سنان؟ أنا أخذت قرار من غير ما أسألك. إيجي مرة تانية؟ لا لا مو هيك، شي تاني. شو هو؟ أحكي، صالحتي مع أبوكي؟ بالعكس تماماً. بالعكس؟ أنا صراحة تركت البيت. تركت البيت؟ يعني ضبيت كل أغراضي اللي بالبيت وهربت. شو بدك تعملي هلأ؟ وشو رح يصير؟ يعني ما عاد فيني أبقى هنيك ولا ليلة. قلت ممكن نفكر بشي حل أنا وياك. منلاقي يعني رح نلاقي شي حل مع بعض. ليكي الموضوع عندي، لا تقلقي. تاخدي شي؟
alışkan ıkları varsa kimin umurunda eninde sonunda hayat isteyince denince vazgeçince güzel gereksiz kıskançlıkları varsa kimin umurunda eninde sonunda hayat tartışınca anlaşınca sarılınca özel kalbim seni مالك شايف الغرف واسعة. نحنا والله من جديد عملنا العزل لهيك البيت بيدفى بسرعة وأصلاً هو بتضربه الشمس. هذا كل شيء. إذا بدك منلغي الفكرة ست زيليش. لا معقول هذا الشيء يا أستاذ؟ نحنا ما منرجع بكلامنا. المهم أنت قلي عجبك البيت ولا لا؟ معقول ما يعجبني؟ كثير عجبني. بالله عن جد؟ اي. طيب وامتى رح تنتقل؟ والله لو إلي هلا. بس لسه بنتي ما بتعرف. رح شوف وينها، اكيد رح تحبه كثير. ما عم ترد على تليفونها. يا الله. ما بتعرفي وينها هلا، كل بنات اليوم هيك. مزبوط؟ انا حبيته. رح اخده استئجار، كثير حلو. يعني بشغل كم ساعة كسبنا مبلغ كتير منيح. هلأ ايه صح، بس عم يكلفنا. عادي هذا الشيء كتير منيح بتزبط معنا. بس مع هيك كان لازم الاقي حل احسن للمستقبل، هيك ما بيمشي الحال يا شباب. يا جماعة روقوا شوي، لسه مو كل الناس بتعرفنا، اكيد رح يمشي الحال مع الوقت. مثلا منعمل عروض ومنحط انواع اكتر. بالضبط، انا موافقة على حكيك علوش. ماشي. أنا عندي شوية شغل، بروح وبرجع، أوكي؟ الله معك. شكراً داريش. حبيبي، أحياناً بحسك رجال عن جد. كيف يعني؟ يعني صح أنت مجنون، بس قوي كمان. تعمل كل شيء كرمال رفقاتك. يعني لولا شغلة الحركات اللي بتعملها تبع الغيرة كل فترة. وهذا رح يصير قانون. أنا بوثق فيكي حبيبتي، بس مو باللي حواليك. طيب أنت لساتك مزعوج من شريكي بالرقص جوكان؟ سيرتاج؟ أنا بدي أتعرف عليه عن قريب. ليك ليك، كأني بعرف هالرجال يلي جاية. مين هاد ومن وين بتعرفي؟ مرحبا مرة تانية شباب. سرحات أكدينيز، الشيف والمدير، ومعروف كتير. مرحبا يا شباب. أهلا وسهلا. كيفك؟ أهلين. ما تواخذنا،
مرحبا. مرحبا سرحات. مرحبا. تفضل عودي. أهلين سرحات بيت. معقول ما بنعرفه؟ والله باريش طول الطريق عم يحكي لي عن البيتزا تبعكم، ممكن تقدموا لي اياها لحتى ادوقها؟ طبعا فينا. ليش؟ ليش؟ لأنه السيد سرحات سمع عن البيتزا تبعنا وإجا ليدوقها ورح يعطينا فرصة. حتى لو كان نص اللي وصفت لي إياه حقيقة، رح أشتري الوصفة مع اسم اللي حضرها ورح ضيفها بمطعمي على قائمة الطعام. ربع ساعة وبتكون عندك. يلا مروة رح ساعدكم. هذا بيكون بيتنا. شو رح يصير؟ يعني ما بعرف. ما بقدر خبر أمي لأنه بتقلق وبتخبر أبوكي بعدين. طيب برأيك صح اللي عم أعمله؟ والله ماني عرفانة. بكفي إنك جنبي، أنا كل شي بيعجبني بهالحياة طول ما أنت معي. يلا تعالي لورجيكي على البيت. يا الله، لك شو هاد؟ لك شو صاير بالبيت؟ ما عم افهم. يعطيكم العافيه. شو صار؟ قدرت توصل لايجي؟ لا لسه تليفونها مسكر. رح دق لسنان. هاي البنت رح تجنني. تعال لورجيكي فوق. هاي امي. امي ابني. شفت ايجي اليوم بعد ما طلعتوا من المدرسه؟ ايه شفتها مرتين بالمدرسة. ليش شو صاير؟ لا ما في شي، هيك سؤال وبس. عندي خبر كتير حلو لإلك رح خبرك يا بس ارجع. يلا بشوفك. ماشي بشوفك. قال لي ما شافها. رح ارجع دقلا. مرحبا. اوغوز شفت ايجي يا ابني؟ ايجي ايه كانت عم تساعدنا بس بعدين ما بعرف وين راحت هي. لساتها ما بتعرف انه رح ننتقل، لازم تطب اغراضها وما عم ترد على تليفونها، خايف يكون صاير معها شيء. انا هلا رح ارجع على البيت. واذا شفتوها خبروني. ماشي ماشي طمنها. تعي تعي، بدي خبرك شيء. عادي. شوفي. خدي لشوف، هدول لك. بس منين هدول؟ هلا. رفقاتي كلياتهم اجوا ساعدوني واشتغلنا وحضرنا البيتزا. عملنا بيتزا كتير وبعناها كلياتها. أما المفاجأة الأساسية فهي مديلي إصبعك الحلو لشوف. أوغوز أخذت وقت كنت عم وصل طلبات. كيف؟ ونحن كمان قدرنا نعمل شيء وهذا زيادة عليه. شو عملتوا؟ أوغوز أنا أجرت البيت. شو؟ بيتنا؟ إيه بيتنا. رح نعيش عند ملكة فترة صغيرة والمدير هو اللي استأجر بيتنا. شو؟ ابني باقي علينا نضبضب اغراضنا. تعال شوف شو بدنا نضبضب. يلا يعني رح اسكن مع سينام؟ ايه لك. ما في اسرار بيناتنا وما بدي ضل ولا سر من هون لآخر الطريق. ما في اسرار علي. سر شو هاد؟ ما في سر ولا شيء يا براك. يعني بدك ياني اعرف من حدا تاني؟ علي فينا نحكي شوي؟ عن شو بدنا نحكي؟ عن مواضيع مهمة رح توضح كل شيء للكل. ماشي نحكي. باريش
عن شو بدكم تحكوا بهالليل؟ شو هالحديث المهم؟ خلص غير مرة بتحكوا. قلت لك هالقصة رح تنتهي هالليلة. لو سمحتي يا براك بدنا نحكي شوي. سنان؟ اجت أمي. شو بدنا نعمل؟ تعي معي فوتي لجوا. شو عم تستني؟ يلا فوتي اصحك راسك. سنان؟ أمي يا روحي. يلا يلا ابني لازم نجهز حالنا. ليش؟ لأنه اليوم عملت شغلة بس من دون ما أسألك. ليك بس متأكدة إنك رح توافق. شو عملتي؟ ليك وجوز وأمه رح ينتقلوا لعنا. يعني تعرف عندهم ديون كتيرة والبيت كبير علينا يا روحي، وخالتك زيليش أجرت بيتها للمدير. أنت عن جد ما في مثلك يا أمي. فرحت ماهي؟ إيه فرحت. حلو كتير. شو هاد؟ كأنه في صوت بالخزانة. إيه ما عم أقدر نام، عم تضل الطقطق. أنا برأيي خلينا نغيرها، شو رأيك؟ إيه طيب ماشي منغيرها. يلا أنا رايحة وأنت كمان زبط أمورك. ماشي يلا بس لا تنسي الخزانة. أكيد ابني. ماشي. تعي لهون. تعي. أنت منيحة؟ منيحة. أصحيك. اتضايقتي ما هيك؟ ايه كتير شوب. ايه ما استفدت شي من الهريبة. هربت منه وبالأخير صرت جارته. هيك شي. تفضلوا. أهلا وسهلا. أهلين فيكي. أهلين فيكي. حضرة المدير قدرت توصل لإيجا؟ لسه ما قدرت أوصل لها. على الخزانة. بابا فوتي فوتي. لساتها ما عم ترد على تليفونها. سنان وينه؟ ليكو بغرفته فوق. هو آخر واحد طلعت معه وأنا لازم حاكي. بنتي وينها؟ ما بعرف. ليك أنت أكيد بتعرف. أحكي بسرعة وين مخبي بنتي. قلت لك ما بعرف وينها. هذا الموضوع ما فيه مزح. عم أقول لك بنتي وينها. أنا هلأ عم أمرك لأني مديرك. أنت هون مانك مدير. وممكن ما تعيط على ابني؟ أستاذ ممكن تهدى؟ ما بكفي بعدتنا عن بعض وجاي تحاسبني؟ شو هالصوت؟ في شغلات كتير لازم تعرفها. شو عم تخبوا علي كمان؟ شو في بيناتكم؟ ماشي أنا رح خبرك بالحقيقة بس عندي شرط قبل. لا تلومها لا يابرك وبدي منك إنك تهدى. ماشي باريش إذا في حدا بده يقول له الحقيقة فهو أنا. أنا لازم أحكي. كتير حلو وهذا هو الصح يا براك. شوفي علي نحن كل شي عملناه كرمال انك ما تزعل. يعني ما خبرناك مشان انت ما تزعل. وأنا كمان بحب. Thank you.
سنين hızlı koştum yavaşça durdum fark ettim ki haritam yoktu bilirim gülersek beraber hepsi çözülür Hızlı koştum, yavaşça durdum. Fark ettim ki haritam yoktu. Bilirim gülersek beraber hepsi çözülür.